الشركة حققت أرباح تجاوزت 207، وصلت تقريبا 230 مليون دينار كويتي، ووزعت أرباح على المساهمين الشركة وعلى المال العام أيضا مبالغ وصلت بحدود 160 مليون دينار كويتي خلال السنة الماضية، بما يعادل 3 أضعاف رأس مال الشركة. هذا الفضل ما ينسب إلى الرئيس التنفيذي ولا ينسب إلى بدر، ينسب حقيقة إلى مجالس إدارات المتعاقبة على هذه الشركة اللي كان لهم دعم كبير في الخطط والأهداف اللي وضعتها الإدارة التنفيذية، واللي نفذتها حقيقة الإخوان والأخوات في الشركة بشكل كبير، وحققنا هذه النتائج. هذا ربي لك الحمد من فضل الله سبحانه وتعالى. طيب أيضا البورصة، يعني هناك تطوير حدث وهناك تدفق سيولة أجنبية، لكن كثير من مدراء الاستثمار وغيره يرون أن ما زال هناك مجال أكبر للنمو ولتحقيق مزيد من الأرباح. البورصة الكويتية ما زالت، احنا هذا رأي الإخوان عندي واللي أنا أتفق وياهم، أنها ما زالت في مراحلها الأولى، وأن الخير مقبال بالنسبة للسوق الكويتي. السوق الكويتي واعد، والسوق الكويتي متصدر. دائما احنا نقول أن السوق الكويتي أو الاقتصاد الكويتي لا دور في القيادية في المنطقة، بالرغم من أن في أسواق أعلى منا، ولكن دائما السوق الكويتي احنا نسميه البايونيرز في الأسواق، فهم الرواد في هذه في الأسواق الإقليمية. السوق إن شاء الله واعد، وإن شاء الله نتائج خلال السنوات القادمة بالرغم من الأحداث.